طريقته في التعامل مع الأعداء. يتولى مركز التحكيم وتسوية النزاعات في محافظة القنيطرة فض الخصومات بالتراضي وفرض هيبة القانون والمساهمة بضبط أداء المحامين، الأمر الذي لاقى قبولا واسعا لدى المواطنين. نتيجة لأهمية التحكيم وغياب القانون من أجل فض النزاعات، تم اليوم افتتاح مركز التحكيم في القنيطرة تحت رعاية رابطة المحامين السوريين الأحرار واتحاد المجالس المحلية لفض النزاعات بين المتخاصمين في هذه المحافظة. لم تغب هيئة الإصلاح ودار العدل في حوران عن مشاركة مراكز التحكيم عملها، فمذكرات التفاهم الموقعة بين الجهة القضائية الوحيدة في المحافظة ومركز التحكيم ساهمت بتخفيف العبء عن دار العدل، خاصة وأن الجانبين يلعبان دوراً في تعميم ثقافة حل الخصومات بالتفاهم وإضفاء الألفة بين المتخاصمين بعيداً عن القرارات الروتينية في أروقة المحاكم. نشكر الداعمين لهذا المركز وأجرهم على الله، وإحنا المركز هذا منه انفتح كان لحد الآن موجود في شرعيين وفي قانونيين وفي ممثل عشائر، لأنه طبيعة المنطقة هنا في محافظة القنيطرة كلياتها عشائر. نبارك لإخوتنا بمركز تحكيم القنيطرة على هاي الافتتاحية الجيدة إن شاء الله. نحن اعتدنا بالمراكز بعد النجاح الكبير اللي حصلناه عليه فضل من الله عز وجل أن نحكم بين المتخاصمين تحكيم مجاني ونصل كل إنسان إلى حقه، وهذا فضل من الله عز وجل. محامون مختصون يشرفون على تسيير عمل مراكز التحكيم التي تعمل برعاية من رابطة المحامين السوريين الأحرار واتحاد المجالس المحلية. تفاعل الأهالي الإيجابي مع فكرة المراكز التي لاقت قبولا أيضا في محافظة درعا جعل القائمين عليها يفكرون بنشر التجربة وتطويرها قدر الإمكان. بعد نجاحه في محافظات محررة عدة، ينطلق اليوم مركز التحكيم وفض النزاعات هنا في محافظة القنيطرة برعاية من رابطة المحامين السوريين الأحرار واتحاد المجالس المحلية. لأورينت نيوز، فادي الأصمعي، محافظة القنيطرة.